الحب الوحيد اللي أحس حقيقي وفطري هو حب العائلة، حب الأم، حب الأخ، حب الأب، حب الأم الأبناء، حب الأب الأبناء. خوفي ورهبتي من المسألة هي مواجهة رب العالمين. يعني لا شلون شعرك طويل ما يصير، قلت له ترى يعني حتى النبي صلى الله والسلام في الصلاة والسلام عليه يعني هم يعني كان شعر طويل عادي مو مقياس يعني. واحنا من يعني من الصغر من الاطفال احنا علمونا انه تقول هيج اني اريد امانا يا ابن فاطمه. فهذا لحد ما كبرت ووعيت وقبل لا اطلع لازم يعني اذا طلعت وانا ما قايله شو نسيت اقوله بس اني اريد امانا بيني وبين نفسي عن انه اقوله. قالت يا مهاويل كلب شنو هذا الفشار؟ قلت هو لازم قوانين. تالية وصلنا للساريه مال علم انداريت عليه فضربت واحدة تحت الحزام يعني حتى يتعب الولد. من ضربتك وشنقال اللي يرفعون بي العلم ويشدون الحبل بي، فمن دنقوي ما ضربت لزمت من راسه من ظهره وحطيت راسه بالشنقال اللي طالع من السارية. واكو هم ينعمل ويا رابر عراقي اسمه خليفة خطية، سويت ويا اغنية شنو خطية اخويا انا ما خابرت. قلت لك حمودي بالله عليك يعني ابو سالم بس خلنا ننزل وياك الله يخليك، انت رديت العمل وانا رحبت بالفكره باعتبارك محمد السالم يعني. تعاركوا ويانا كانوا وياي 4-5 من جماعتي اتاذوا هيل، واكو ولد من عندهم يعني ضربته ضربه كانت كلش خطره يعني انه الولد فقد وراها. ماتوا سته وانا دا اسوي شعري، تربيت ببيئه كلش دينيه يعني رغم انه ما اقول لك انا ملتزم دينيا مثل اهلي مثل اخويا مثلا اصغر مني بسنه ما ملتزم بس بداخلي متدين جدا. السلام عليكم، انا صلاح منسي وهذا بودكاست شي منسي، وضيفي اليوم مع حفظ الالقاب خليفة اوجي. حبيب الروح استاذ صلاح شلونك؟ انا مستر بعد بعدنا نسولف فيها المزيله. حسين لو خليفة اللي يعجبك. هو اول شيء ليش خليفة اوجي؟ خليفة أوجي ولقب كلش قديمة دي، لأن كنت أسمع رابر اسمه ويس خليفة رابر أميركي كنت أسمعه يعني بكثرة وهيج، وكنت همين ضعيف شعره مثله وما أعرف إيش، فكانوا العالم يصحوا لي خليفة فضل إنه هذا الاسم ماشي عليه يعني حتى من قبل لا أدخل مجال الميوزك بقوة وهيج هو كان عندي هذا اللقب، فمن طبيت مجال الراب سميته خليفة بقى خليفة. وهسه شو يصحوا لك أصدقائك؟ أبو علي. ها أبو علي. أبو علي يعني خلاص اسمك حسين لانه كنت ناس ما يعرفون اسمك الحقيقي. الك اذبح يلا. شلونك حسين؟ كله تمام الحمد لله. انا سعيد بوجودك. والله انا سعيد وشرفت يعني بدعوتك لي بالبرنامج يا حبيبي، وانا احتاج ناس يشبهوك لانه اعتقد التنوع بالبودكاست مهم فيما يتعلق بمختلف يعني اكو مجالات متعدده الفن وان شاء الله مقبلين على حتى تشكيليين، فاعتقد وجودك كميوزيشن شيء مهم كلش البودكاست يا حبيبي في دول وجهة. خاصة يعني خاصة أنت كلش نوعية يعني أنت كلش كواليتي بالنسبة للناس وجمهورك حلوين، وأنا أصلا أحب شغلك أنا أصلا معجب يعني في دول وجهك الحمد لله والشكر أطلع كلش حلو من يومك. زين هسا احنا حتى نمشي على سياقنا الطبيعي. زين حسين احكي لي عن البيت الأول وأي البيوت يذهب لها القلب. أكثر بيت يذهب إلى القلب بيت الطوبشي، البيت الأول اللي وعيت به على الدنيا. أنا جيت على الدنيا بالطوبشي كنت ساكن أنا وعائلتي هناك. أول شيء وعيت عليه هناك كان خالي أتذكر جاي خابر بي بيتي، فإنه دي يقولها طلعوا خلاص طبوا الأمريكان، لأن أنا كنت صغير موالي 98 يعني عمري تقريبا 5 سنوات ب2003. هذا أول شيء وعي عليه يعني بيت الطوبشي بوقتها يعني قالت بيبيت إنه خلنا نطلع وأخذنا جوارين لبوقتها رحنا الغماس أتذكر اسمها قرية هي يمكن بالديوانية رحنا قعدنا هناك ولا ما خلصت الحرب رجعنا بالطوبشي. بالطوبشي كانت يعني الحياة حلوة شايف أطفال ماكو مسؤولية ماكو أي شيء، مدرسة ترجع للبيت تسبح تتغدى ما أعرف إيش تطلع تلعب طوبة ويا جماعتك تلعب ورق تلعب ما أعرف إيش ورق يوقف كان هو يعني هذا الورق أتذكر ونرجع للبيت ما عدنا أي شيء، فكل كانت يعني الحياة حلوة ومرتاحين بالطوبة يعني ما كانت عندنا ذيك المشاكل وهي وهاي الأمور.
بعدها انتقلنا يعني بالطائفية لحي الجهاد سنة 2007. ويعني هي من عندها بدأت، شو أقول لك، الوضع بشكل عام بالعراق أنه يختلف، وهاي الأجواء والكآبة والخوف والرعب، رغم أن أنت طفل، يعني أنت طفل وده تشوف أحد ميت قبالك عادي، مسألة طبيعية ترى تكمل لعب يعني، وذا جثة هنا. فجيت للطوب جبل، جيت العفو الحي الجهاد طوب، كانت اختيالاتك وهاي الأمور وما أعرف إيش، بس ما كفد شيء يعني تشوفه بعينك كتل وما أعرف إيش. فجيت الحي الجهاد، أول لقطة يعني شفتها بحي الجهاد ذكرت كانت زنجيل مع الدبابة محترقة، وعلى الجزر الوسطية وقناص من منطقة على منطقة، ومرة عبرت كتلها وابنها يبكي عليها بالجزر الوسطية، كلش طبيعية الحياة كانت عادي، العالم تعايش ويا هاي المسألة. فأول ما قعدت بهي جات كنت كلش كاره، وعبالي إنه هذا اللي يصير كله، لأن إحنا بهي جات يعني عبالي لأن إحنا بهاي الزون وبهاي النقطة الأمور هيك، يعني بالطبش مو هيك، كانت أفضل حسب وجهة نظر أنا كطفل. شنت فجد أتمنى أقدر أرجع للطبش، لكن يعني وراها افتهمت إنه لا، يعني هي الأمور مثل ما يقول لك خربانة بكل مكان. فهي يعني الطفولة كانت كلها ما شفنا من عندها شيء، بس يا اطفر منا يا تعال منا اشرد من هذا فلت من هذا، ما فهمنا يعني من عندها شيء. فكنت بالبداية حن وريد أرجع للطوب شو ما أعرف إيش، بس من مثل ما يقول لك أخذت على الموضوع خلاص بحي الجهاد، وافتهمت شنو شدي يصير وهاي ليش هيك وهاي ليش هيك. بالعكس حبيت حي الجهاد أكثر، ولحد اليوم يعني لو تأخذنا للجنة عند حي الجهاد أحلى من عنده. جيت كان عمرك بالطائفية؟ كان عمري 9 سنوات 8 سنوات. ومن سألت على اللي دا يصير شنو كان جواب الناس المقربين؟ شو قالوا لك؟ من سألت إنه ليش إيش الناس يصير بيها؟ هو قالوا لي إنه اختلاف طوائف، وما افتهمت يعني شنو اختلاف طوائف. قلت له يعني شنو اختلاف طوائف؟ البي بي تي، يعني أنا جبت أكثر شيء أحكي وياه بي بي تي بهاي الأمور. قالت بيبي يعني السنة والشيعة. قلت لها يعني شنو سنة والشيعة بيبي دي؟ يعني وإحنا غير مسلمين، وهذا يعني المفتهمة مثل ما يقول لك من المدرسة كتاب إسلامية وأنت مسلم وشيل يدك ورجع الباب. ذن شنو قالت بيبي؟ هاي سالفة طويلة الساعة. قلت لها زين أنا شنو؟ أنا سني لو شيعي؟ كانت تقول لي بيبي أنت ما عليك، بعدين أنت من تكبر تفتهم. ويعني وعيت انه انا ما ادري هسه انا شيعي انا سني من راح يقتلني شنو الموضوع. عاد ما ضليت اسال مثل ما يقول لك جماعتي شنو الواقع، وهذا السامع سالفه من ابوه، هذا السامع له سالفه من امه، يلا افتهمنا المساله شنو هي بالطائفيه. كطفل احكي لك انا. وداومت مدرسه بالطائفيه؟ داومت مدرسه وكنت كلش مجتهد، ووالدتي كانت معلمه وياي يعني بنفس المدرسه، وخطيئة يعني حتى عافت المدرسة هي من ورايا، لأن كنت كلش مشاكس رغم أنه كلش مجتهد. أنا أعتقد المشاكس راح نسولف عليها لاحقا، بس أنا خلي حتى نبقى على سياق بودكاست شيمنسي. أنا أريدك تحكي لي شيء زين. أنت تسوي روحك ناسي بس مكذب على نفسك أنت ما ناسي. غير صعب كواي امور يعني، وامر واحد بس اللي مثل ما يقول لك ترك اثر بقلبي يعني، وكحزن وهيك موضوع وفاه بيبيتي، لان كانت هي مريضه لحد الان اتذكر يوم 30/6/2009 كانت بيبيتي مريضه بذاك اليوم، يوم 2/7 بيبيتي ما بيها شيء خلاص وطايبه وكله تمام. وشنت وقتها مستلم شهادة من سادس ابتدائي أعتقد، أول متوسط ثاني متوسط، وناجح فمجمع فلوس أنا وأخويا وفرحانين ورايحين نشتري بلاي. أمه بالسوق وبيبيت واحدة بالبيت. قبل لو وصل المحل للبلايات قلت أنا شلون يعني عفت بيبيت واحدة، مفروض لو أنا لو أخويا يبقى يمها، فخلي أرجع للبيت أطمن عليها وهاي عود منتجه وما روح أجيب البلاي. رجعت لقيتهم مددة بالمطبخ، يعني مو مكان واحد يتمدد بيه شايف. وانا يعني اريد اتشذب على روح اقول معقولة، لان حارة تريد تمدد على الكاش مال المطبخ يعني.
كنت وحدي يعني بالبيت وقاعد ما تقعد وفهمت انه هي متوفية. طلعت ما اعرف يعني شو اسوي وحدي بس انا وبيبيتها الله يرحمها حد ما جو العالم. فهو هذا اكثر موضوع يعني حاولت ناسها بس مستحيل يعني يطلع من دماغي. شنو كان يميزك كطفل بالمدرسة؟ انه مكس بين اكسل طالب واشطر طالب. اشطر طالب يكون مؤدب ويقعد بالرحلة الاولى وهيجي، والطالب الكسول معروف انه بالرحلة الاخيرة ومشاكس. انا مشاكس وحالي حال الطالب الكسول نفس الوقت، انه اشطر واحد يعني بالمدرسة على الاطلاق. يعني ما في اليوم اذا اخذ 9 يعني فشل ذريع حسابي بيني وبين نفسي. يعني مو قصة احد يقول لي ليش اخذت 9، ليش ما جبت 100، ليش ما اعرف ايش، بس انا بيني وبين نفسي. فهذا اللي كان كلش يعني مميزني بين كل الطلاب يعني. بس انت فصلتها من المدرسه الوالده؟ مو فصلتها، هي قالت خلص انا بعد تعبتني انت يعني لازم اوقف هاي المساله. شنو صار؟ وان شفت وايد يجيب لها مشاكل يعني، هي مو واحده واثنين بس. اكو ولد صاحبي كان جاني قال كانت مدرستنا مختلطة احنا، قال اكو واحد بالصف الخامس انا ثالث ابتدائي، قال يكتب بالورقة رسائل لأختي احبك وهاي اطفال وقلب حوب والسهم طاب من ناداتش والدم جاي خرخر. قالوا ما اقدر اسوي له شيء، اخاف من عنده كبير. قلت له من هو؟ قال رامي. من قال له رامي؟ انا هم رجلي بادت لان رامي ما اخذ على المدرسة كلها من اي حاجي وصف خامس واربعة في ثلاثة نزال ثمانية يعني هالقدوتني هذا شلون؟ قلت له وبعد هذا جاني قال لي يعني لازم ما اقدر اقول له لا. استغليت انه مو معلمة قاعد بالصف، فقلت له للمعلمة ست العفو امه قالت لي تعالي من ورا الدرس هذا. قالت يا ماما روح. رحت الصف رامي، دقيت عليهم الباب طب 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 مرحبا ست. اهلا وحبيبي. ممكن رامي جايين عليه ولي امره بالاداره ويريدوه، وانا بالمعلمه صدقت يجوز دازين من الاداره. قالت لي قوم ماما رامي. اجى رامي باو علي هيك صار ظل من وقف رامي قبالي. بدنا نمشي بالساحه. هذا شو اسوي له؟ شلون اضربه؟ يعني ذا اصلغني بوحدي نوم الجمله عصبيه من تي الموضوع. تانيه وصلنا للساريه مال علم، انداريت عليه فضربته وحده تحت الحزام يعني حتى يتعب الولد. من ضربتك وشنقال اللي يرفعون بيه العلم ويشدون الحبل بيه، فمن دنق ويه ما ضربته لزمته من راسه ومن ظهره وحطيت راسه بالشنقال اللي طالع من الساريه. فشقيت الراس واتذكر الدم من يوقع على الرمل مال الساحه هيك شلون يصير جوزي ويلتم التراب فوقه. وقفت الولد ممدد بالساحة ورجعت للصف مالتي وكأن شيء لم يكن. ورا شوية دقت الباب، وين حسين؟ تعال. راعي فيديوهات من أمي، هي أمه تتناقر ويا المعلمات وهن يتناقرن وياها. فأمه قالت وحركت البيت ورا كم يوم عم على أساس جاي أوخر الزايد من النخلة، وحركت النخلة وهم بس خطية بيبيت وكانت ما تشوف بعدها. فمو قالت يعني مت ما اقدر تعبتني خلاص انتهى الموضوع راح اقعد انا بالبيت روح انت بعد شو اسوي. فخطيه كانت تبطيلتها يعني من وراها. وشلون كملت بعدين المدرسه؟ كملت عاد بصوره طبيعيه ونفس ما انا يعني ستيل ذا سيم ما تغير شيء. ضليت هيك ورا ما قتلت رامي، بالعكس صرت شيخ بعد من اللي يندق اكثر رامي. المتوسطه شلون شنو وضعك بيها؟ المتوسطة كنت أهدأ من انتقلنا لحي الجهاد، ولأن أول ما انتقلنا جيت المدرسة اسمها العباس بالسادس ابتدائي. عبالي الوضعية مثل الطوبشي، مدرسة طابقين وساحة كبيرة وبيها قاعة، وإحنا مدرسة جعفر الطير جاءت القدوتة يعني كنت تتيه الصف مالتي وين قد ما كبيرة يعني بالنسبة لي. فمتعاركت ويا واحد ثار العركات بحي الجهاد مو مثل العركات بالطوبشي، ماكو واحد ضد واحد. فجأة تلقى لك 7-8 وشبعوني كتل
فقلت انه لا حرامات يعني ذيك الانجازات كلها تروح خليني محافظ عليها احترم روحي لا يقتضي الامر يا الله تعالك. فكنت اهدأ طبيت المتوسطة كنت اهدأ اهتميت كلش بموضوع دراستي وهيك يعني بحيث انه المدرسين المدير ما اعرف ايش كلهم يحبوني. طلعت عفو عام اول متوسط ثاني متوسط عفو عام ثالث متوسط طلعت 93 وانا بالسادس ابتدائي انقبلت متميزين من المعدل مالتي بس جماعة راحوا المتوسط الحمزة انا اروح للمتميزين وين الطوجي للحمزة امي يا معود المتميزين ابد للحمزة. كملت المتوسط اهم على حسب الوصول والامور حلوة طبعت الاعدادية رابع خامس كيب مشيني بالسادس كان الوصول بيه مجال دخن. طبعا سعيد جبنا نفاضة بلا زحمة تدول وجهك زين. اتعرفت على ابني بالسادس هو اعرفه قبل السادس بس حبيته بالسادس يعني هي سبحان الله شغلة مكوكة ها وصلت السادس يا الله هاك حبيبي وصلت الامتحانات ما امتحن لي اطلع مبدل الصبوع على اساس انا رايح للامتحان انا ما امتحن لي انا واقف لباب المدرسة وهي كانت تخش مطبوبة سماعة وانا شو ترد لها السؤال الاول اعرب ما تحته خط فاعل وقاعد ورد وزوج رسمي يعني ما لك غير تفسير. المشكلة جت النتائج مالتها اقوى درجة عندها 16 ما اعرف الرد مالت وين شانت شانت تسمع وشانت تكتب واني بس امتحنت كذا امتحاني يعني اللي حقت عليا بالدور الثاني وما اعرف ايش بدون ما اقرا نهائيا طلعت بالسبعين 78 77 ومأجل مادتين. تعال ليش سويت بروحي خطية امي وابوي وهاي يعني دكتور يا الله ذا مو دكتور صيدله يعني مثل ما الله وعد متأكدين من هاي المسألة. اجت بالسبعين ابوي يعني ما حاجاني بس يتباوع يعني والتصدق لو تشاق امي قطعت علي الامدادات كلها لا غدي لا عشي لا ري وكله يجي. فقلت ليش ايش لا حرامات هم خطية عدد سنة وخاف السنة الأولى يعني عود فتحت الكتاب يجي بالدور الثاني قلت شنو الموضوع خل أشوف شنو الأخبار شوية ولا ما طلعت النتيجة قلت لا حرامات لازم طبي السنة وراها الضمير الدراسي الكتب كلها أوفلاين. أنا والدوملة مالتي مسويها بمساحات حتى لا تلقف كل صاي حاطة بجنطة من الوليد وموزعين كل واحد يمه كذا صاي ورا القاع مال الحياة خشبتنا أبو السيل الأخير وينك اطلع لي 14 احسب ملص ما ادري شنو درجة انه ابو الفيزياء قال لي ابني اسمه استاذ كاظم الله يذكره بالخير قال لي ابني حط لك درجة نجاح بالمادة مالتي حتى يعني تضمن دخولك للبكالوريا ولا تطلب للقاعة مالتي ما ارد اشوفك. قلت له سهلة في دول عينك وشوف لذا بعدك ومدرسين عندهم ايش مشروع وياي طبيت بكالوريا امتحنت. شقد كنت مطلع بالسنة الأولى 78 اللي وراها لصتها رسمي راح قدمت دورة 108 عسكرية. قلت يا ماكو مو دكتور ضابط شبي الضابط. قلت لأم محمد إذا توصل للرستمية أقرمك أنا أقرمك ما أخليك تمشي بعد عفت موضوع الدراسة كلش قلت نوشي اللي تمنذني اشتغلت بسوبر ماركت يعني تركت الدراسة طلعت داني يعني نجحت خلاص من السادس بس ما نفكر يعني ما أعرف وين أروح جامعة أسف باعتبار أنه ما جبت المعدل اللي يريدوه أهلي ولا أنا ريده بس كنت مثل ما يقول لك مضروب على دماغي أدهمشي أرجع بالليل أفتح الواتساب قالوا ها حبيبتي نفسها اللي ترد لها لو غير واحدة نفسها ها وراك مو وراها وراها عمي انا غير واحد يا جمال الله
ما كل ابن اي حصل عليه. ايلو ها احبك كله يجي خلصت السنتين مال السادس ولا صانع على روحه ما ادري شو مسوي. عطبيت للسوبر ماركت ظليت اشتغل بالسوبر ماركت وقت ما لحق حاكيه ثاراني نهر جاسم من جواي مو المي بيمشي. بعدين فقست بالموضوع فقست انا شلون هيك لعبت بروحي. فقمت شغل يعني اللي اشتغله بالسوبر ماركت كانت يومي 10,000 والولد حسن ابو السوبر ماركت الله يذكره بالخير كان يساعدني. ها حبيبي دق دوام خلاص لا تيجي الصبح تعال بثلاثه ورا الدوام يحط لي مثلا من عدة زيادة على اليوميه. انا يومي كانت 10 هاك ابو علي اليوم 15 اليوم تعبت ابو علاء وحبيبي هاك 25 فكان يعني شلون اقول لك هو يريد يقدم لي مساعده بس مو بصوره مباشره. فكنت الم القصد مالتي اشتري لي كذا سيت ملابس ادق حاسب الكروي هذا الاسبوع بس 3 ايام اقدر اداوم اذا داومت 4 انضربت الميزانيه اذا دخلت باكيت زايد انضربت الميزانيه. عاد الحمد لله اول سنه بالاول مرحله الخامس انا يعني بهذا الماده كانت عندنا التشريح وصعبه واكو شهود انه انا ما اقرا يعني قبل لا اطب للامتحان ايش عندنا اليوم يطلون الملزمه ما اقراها كلها. يعني تختارين تحليلات مرضيه؟ اختارت تحليلات مرضيه لان لها علاقه بالمجال الطبي اللي اهلك كانوا يريدوه يعني. زين. انا ما احب المجال يعني ما كنت راغبه اول ما طبيته انه شنو طبيب؟ نوب محلل. قلت لا غلط هاي اول ما طبيت يعني بالبدايه. فمن شفت نفسي كلش متمكن بي على انه قبل الامتحان شنو هاي ما اقرا مثلهم كل شيء يلزمها للملزمه يفصخ تفصيخ ابا هاي النقطه هاي مبينه مهمه حفظت بس هاي عبرت صفحتين هاي مبينات مو مهمات هذا مبين مهم. فكنت عبالك يعني اعرف ايش راح تجي الاسئله واجي امتحن ما اعرف ايش اموري بالسليم واشتغل اطلع من 8 الصبح اطلع من كليتي بالثنتين ونص بالثلاثه انا عندي شغل بالسوبر ماركت اعزل بالدعش ونص ارجع للبيت اشوف ايش عندي ماده اقلبها هيك اقراها شلون مكان اسمع الاغنيه اشوف الفيلم اشوف اللي ما اعرف ايش الفراس ولا عاد ورا صارت المظاهرات مال تشرين بالمرحله الثانيه قمنا قمت ما داوم يعني ماكو وطن ماكو دوام مدري شو ورا الكوفيد وهاي الامور فالله سهل لي اياها يعني المرحلة الرابعة والثالثة اخو ما ادري كل الكترول طب 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 وانا بالبيت. الرابعة الفاينل بس 3 من 4 حضورهم صمتتهن والحمد لله تخرجت وراها سنة قعدنا همينا كنت اشتغل مروج مال جقاير وراها طلعت عيني والامور بالسليم. انت كله جقاير احكي لي شلون تعلمت التدخين؟ خالتي كانت يمنا كنت كلش صغير جاد هي بحيط جهاد وأنا بالطوبج. بس قبل أن نحكي القصة إحنا ما ننصح بها هاي القصة يعني إذا سمعوها ف 100% أكثر شيء نادم علي بحياتي إنه أنا أدخن سجاير ويعني السنة شاب عمر 25 سنة يعني سببت لي مرض وأنا بهالعمر من وراها هي. والطبيب قال لي دير بالك تخليها بحلقك وراها وبعدنا أدخن يعني هذا السجارة فتشي كل الصعوبة تسيطر عليه مو مثل أي شيء ثاني لأن هي عادة مو قصة إدمان. أنت إيدك متعلم على الكمشة متعلم تتلهى بيها حتى لو أنت جسمك مرايدة وما محتاج النيكوتين صدق يعني كشي كيميائي فاهمني. قاعد كنت أشوف ولد خالتي مثلا ما أعرف إيش اللي يدخنون كلهم كبار وهيج ما الزلم الله خراب ون الجقارة. خالتي ستكتها يم نقل واس أصفر بيبيت شان الضرير الله يرحمها مشيوف أمه كانت بالدوام مدر كانت بالسوق يعني ما كانت بالبيت وصلت لك باكيت من التكي وتوجه بالسطح ويم التنور أورث وبس أخل الدخان بحلقه ونفخه. بس شنو أنا ما دا أدخن على مطعمه يعني طعمه جاني لعب نفسي إنه شنو بس هاي على مود كامو شبيد شايف كانت تلقفني امي
لقفت نفاضة وخال بيها والله ما يعني كيب الموضوع مال التدخين وصار عندي فتشي عادي وهاي أنا بالطوب جد قمت أدخن تقلنا الحي جاز مخير موضوع على أساس أنا ما أدخن وما أعرف إيش عندنا غرفة فوق كانت بأول بيت قاعدنا بيه بحي جاز والدتي ما بيها هي تصعد فكلش مطمن يعني أروح للسوبر ماركت بن عادي اللي على أساس كان هذا أخف شيء انضم بتت شمال بجامعة وتوجهت للغرفة مالتي الفوق تتخيل شو التدخين ولعب مكعبات مكعبات وعود جنود وهو حن حاج قال ايه شنو هاي قد أمرك 12 سنة وخلي بالنفاضة يعني ليش هي كذب ودفين لا نفاضة غير رجال طلعتوا على عبطوه وين بابنا بشارع مدة ترى أم راسه من الباب كان كلي حسوني تعال ماما تعال كل سويت لك كيك جيت يوم طبيت حاطت شون معون ومغطيت عبا كيكة كان تقول شون كيكة سويت لك كان شيل القبق كان طلع النفاضة تلعب في ما فهمتش قالت شنو هاي مال خالي شاد قلي خالك ما يدخن بن ذن شنو تلي احكي لك الصدق قالت احكي لك الصدق تلي انا مو العب مكعبات قالتي تلي مو احط جنود ودبابات قالتي تلي فعود الدبابة من تضرب المكعبات اشعل جقار على موت الدخان بس حتى يصير شي واقع قالت شي واقع مو با وقعت لي تخمال سنون من هالصفحة لا جيبه طاع يعني كان يوم مرعب بالنسبة لي يعني أم نهارة شنو لك 12 سنة أدخن أنت أدبسز وصدق يعني السؤال إذا ابن عمر 12 سنة ولك فيدخن أطحنا الرأس بشاكوتش يعني مو قلت له فمن هذي شو هاكل الصرامة وأم مو قصة إنه بس عود تضربك أم نظرتها مرعبة من تسوي لي يجي قلت أنا أدخن بعد على يمن صدق كذي أمي لا هي شيء لو تنقلب الدنيا عفت الجقاير ولد صاحب أمي أنا اسمه حسام كان كان يقول لي لكك قهوة بتسوي نراقيل شون النرقيلة لك تخبل ودخانه هواي عود مثل الجقارة قلت له شرفك قال والله قلت له بس كون شيء خفيف احنا صغار قال علشون علام هي هاي قلت له ذبح عاد توجهنا ونروح ندخل لك جقار شو اسمه الأرقيلة هاني ولد اسمه صوفو حسام احنا دخلنا الأرقيلة دخل صوفو الأرقيلة كان يدوخ ويتخربط وعبالي راح يموت وحايرين بي ونغسل قلت هاي الأرقيلة مو زينة لازم ارجع على الجقاير ورجعت لك على الجقاير بس أهلي ما يدرون قلت يعني افتهمت الدريس كل التدخين برا الباكيت ينضم جوا طهوق بالباب العلج كل هذا بالفشت طع وطق النفاخة وطاب للبيت والأمور تمام بعدين همين فكست بي جات قلت بعد طبك مرض هسه شوف ايش راح تسوي بيك الجقارة وفعلا انت معارك قاسية ويا الوالدة عندك هواية مقابلات العلاقة بالعرك وبال والدتي قد ما هي تحبني يعني وتحبنا احنا يعني كأطفالها وقد ما خايفة علي انا وما اعرف ايش ف يعني هي تتأذى من تشوفنا هي شيء فتغضب بيما نتفرغ الغضب يعني اكيد بينا وكل جاني على مصلحتنا يعني ما سوت امه في اليوم شيء له انا حتى مرات اصلا اقول امه قصرت والله ما قتلتني زين ما عاقبتني زين على هاي المسألة بس خلينا نرجع للحب أوه. لأن سألتك ذيك المرة قلت لي زوج شنت 100% قصدي أنت يعني كحسين شنو وجهة نظرك بالحب وشنو وجهة نظرك بالحب الآن ما بين العلاقات الحالية أنا وجهة نظري بالحب إنه هو شيء أناني يعني ماكو شيء اسمه حب مو قصة أنت تحب واحد على مود الداري هو وتساعده هو كذب ماكو شيء أنت تحب واحد لأن أنت وياه تكون مرتاح نفسيا ما اعرف ايش تتونس من تطلع وياه انت تحبه لان تحبه تتونس وياه وما اعرف ايش
وتحس بأجواء لطيفة وياه وتستمتع وهاي، ومني يروح له يصير شيء لو ما أنت تتهذى تريده، هذا شيء ينان أنت تفكر بس بنفسك، أنا من وجهة نظر يعني. فماكو شيء يسمح بخوب الوقت الحالي، لا اغسل إيدك كله كذب، مستحيل يعني، يستحيل يجي واحد يقول أنا أحب واحدة إلا واحدة تقول أنا أحب واحد، وانقلبت الآية كان قبل الولد هو اللي مثل ما يقول لك يلعب بذيله، هو اللي صاحبه هواي بنات هو الهيجي. هسه لا ده أشوف أنه البنات والولد ده يحبون يعني حسب ما يقولون هم، إنه هو مثلا صدق يوف وياها ما يلعب بذيله ويا غير ابنية يبقى وياه يريدها ما أعرف إيش، بعدين يكتشف أنه مثلا هو رقم 9-8 قبل هيج، فلازم ينسره ولازم هو يظل هيج منتظر. مسألة الحب ما مسألة كلش تافهة بالنسبة لي، خاصة انه اذتني يعني، انا مريت بتجارب كلش سيئة. زين هسه اللي يجيك ويقول لك انا احب، شنو لازم يقدم دليل حتى اصدق به؟ لوش ما يقدم ما اصدق به، لوش ما يقدم ما اصدق به نهائيا. الحب الوحيد اللي احسه حقيقي وفطري هو حب العائلة، حب الام، حب الاخ، حب الأب، حب الأم الأبناء، حب الأب الأبناء، هذا الشيء الوحيد اللي أحسه صدق حب حقيقي وفطري وموجود. إيه هذا حب، هذا يتسمى حب، الباقي لا. ولا حتى قصص الماضي قبل إنه كان أكو حب حتى هاي ما صدق بيها؟ يا قصص ما شنو يعني، بالسبعينات بالستينات جاك وروز على سبيل المثال اللي خلت الزلمة خطية يروح يصير ثلج بلوري وهي على الخشبة قاعدة هيك ولا حد ما صارت الجروف وعمرها 80-90 وماتت. هذا الوزن ما يمكن شال مات ورا ربع ساعة من القهر مو من الغرق. ماكو هيك مسألة، لا ما أصدق بيهن كلهن، كلهن ما أصدق بيهن. أي قصة تجيب لي ما أصدق بيها. عنتر وعبلة مضروبة كان يريد يكتب الولد بس ما عنده موضوع. روميو وجولييت هم مضروبة والله العظيم، شوف اشتدت عليهم الدنيا قالوا خرب بعد ما له غير حل، خلي الموت روحنا الموت روح، ما مضروبه ما لا تقنعني بها المساله نهائيا. زين شلون الناس دي تموت بسبب ناس من الحب؟ مثل واحد ينتحر يقضي على حياته على موت حبيبته، او هي تقضي على حياتها على موت حبيبه. اكو بنات حرق روحهن بعد ما مستوعب المساله. يجوز انا لو مر بهيك شغله بعمر صغيرة وأنا بعد ما مفتهم وما صار وياي تجارب جوز كان سويت نفس الشيء. بس يعني هسه شنو مثلا، انت متؤمن بالحب، ما عندك حبيبة، ما عندك حبيبات، ما عندك صديقات؟ لا عندي بس مو بالمنطقة اللي تسولف بيه العالم يعني. انا اعرف انه شلون اختاره والمن اختاره وليش مختاره، وعندي صديقات كومة كصداقة ما عندي اي مشكلة، بس كحبيبات وكذا وهذا المسمى مع الحب مو سيسمع لك ويزعلون عليك. زعلتهم والله. زين خليفة اصدقني القول، انت بمنطقة شعبية زين، شلون تتعامل الناس؟ انت في منطقة شعبية وانت تداوم يومية بمستشفى. اي نعم، مستشفى الكاظمية. تداوم يومية بمستشفى الكاظمية وتعود الى بيتك وانت في منطقة شعبية، شلون تتعامل الناس ويتعامل المستشفى مع ستايلك وظفايرك ولابس؟ أنا مو ضدهن، أنا دا أسأل شلون هم، أو اللي شوفك الآن دا يسأل شلون يتعامل بدوامه الرسمي ومنطقة الشعبية بحلق وظفاير أفريقية. كشباب إذا نسولف كشباب فلا، الشباب بالعكس شايفين شيء جديد وشيء حلو وشيء لطيف وما حد يعلق على هاي المسألة. أما ككبار بالعمر فهيد مع المرة وقفنا رجال أصلا البراس شارعنا وشان نوها ظفاير حاط طويلة وبيض قال شنو هاي بوي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، لعنت الله عليك بوي شنو تلخارش بيك في دول عينك عم فجر السرعين هو شعر يعني ترى عادي. لا شلون شعرك طويل ما يصير، قلت له ترى يعني حتى النبي صلى الصلاة والسلام في الصلاة والسلام عليه يعني هم يعني كان شعر طويل عادي مو مقياس يعني. لعنت أنتم هذا الجيل تعبان، لا راحتك حجة إحنا جيل تعبان في دول وجهك توكل بالله. كشباب لا، ما أجاني مثلا مرة واحد بالمستشفى أنا سامع هيك شيء يعني، أو يعني أنا قارئ هيك شيء شايف هذا الرد
شايفه سامعه بمكان دا قاعد بمكاني مال الشغل اجى رجال السلام عليكم لا سلام على خالي تدري من باوعدك من بعيد عبالي مره قلت له انا هم والله من باوعد عليك من بعيد عبالي رجال صغير مرات الواحد ما يشوف زين قال العفو قلت له مثل ما سمعت خالي قول عندك شيء خنس وطبعا أغلبية العالم يجوا من يجي يشوف واحد يرد صدق يختلف عليه صدق يخنفس بس أما بقية الأمور مثلا كزملاء بالعمل كإدارة كموضوع كمراجعين كأبدا النهاية ما حد يحكي على أصلا بيهم بالعكس يقولوا له واو شنو هاي حلو لطيف من يسوي لك إياها زين هاي عادة تغسل شعرك زين ما أدري إيش هم يسألون وكو بيهم دا يسوون يعني ولا ما شافوني جاي أسوق هواي شباب جاي يسوون صارت يعني المسألة كلش طبيعية بالسيطرات شلون؟ ما قال البارح وقفت مسيطرة باو على المنتسب قال ولك هاي شلون تسويهن ياهو اللي يسوي لك ياهن قلت له الحلاق مالتي قال ايش قد يطول قلت له يعني ساعتي على غيرتك والله لك خلق هاي عادي تغسلين قلت له اي عادي يا دي الله روح روح رحت اكو بيهم لا يشوف شكلك غريب هيجي شنو هاي حبيبي عالتفتيش باو احكي وياك عادي شوفك وين تداوم شو اسمك ما ادري ايش هاي توكل والله خوي مو فتشي يعني بس خليفة الغريب بالموضوع انك على هذا الستايل وانت شخص متدين ومؤمن جدا طبعا لازم الحمد لله والشكر انا يعني تربيت ببيئة كلش دينية يعني رغم انه ما اقول لك انا ملتزم دينيا مثل اهلي مثل اخويا مثلا اصغر مني بسنة ما ملتزم بس بداخلي متدين جدا اي شيء احس بي مثل ما يقول لك اثم كبير مو اللمم مو ذن الامور اللي تصير عاد طبيعيه لا يحزن بقلبي خاف من اسويه ما اقدر اسويه حب كبير رب العالمين والنبي والآل البيت هاي مساله يعني شيء مثل ما يقول لك بنبيه وانا دورت يعني انا بنفسي دورت انه انا ليش مسلم ليش مو مسيحي ليش مو يهودي ليش مو هيك شيء قريت تمعنت شفت سمعت القصص افتهمت الدين صح طبيعي هاي الشغلة يعني لازم انه اكون متدين ليش هو الانسان ترى بلدين حتى اذا كان على غير شيء وين يلتجئ بوقت الضيق بوقت الشدة بوقت الهاي غير رب العالمين لازم الانسان يكون متدين حتى لو كانت عنده اخطاء ما ملتزم بشكل عام بس مو معناته يبتعد عن رب العالمين وعن دينه وتعاليمه ونبيه وآل بيت النبي بشكل نهائي ما أقدر يعني هو شيء متغرس بي يمين ما أقدر بدونه فاهم قصدي وين حسيت وقفت بحياتك وساعدك الدين تعثرت وساعدك الدين أو ساعدك إيمانك بالدين أو إيمانك بشكل عام مو شرط انه يساعدني اقول اريد فلان شيء ويصير فلان شيء مثلا انا ضايج من شغله لو ما اعرف ايش دعيت يا رب يا مجرد ان اطمئنيت ولا ما دعيت ولا ما صليت ولا ما توجهت الرب العالمين بحضرة امام على سبيل المثال مو شرط الاريد يصير 100% او الان دعيت على مودة يصير 100% هو ما صار لان هذا شيء بمصلحتي بس مجرد انه انت تطمئن تعرف ان رب العالمين وياك تعرف انه تبدا تباوع عليه تتضرع على تتوجه له بخشوع وهو جاي تحس انه هو موجود يمك اذا سوى لك شيء فهو لمصلحتك واذا ما سوى يولي يجيك الاحسن انا اعرف مصلحتك شنو الشيخ باقر القرشي معروف باثراء للمكتبة الاسلامية والمكتبات الاسلامية القديمة ومصادر كثيرة في المكاتب الاسلامية في المكتبات الاسلامية يقول في أحد مصادره يقول السيد محسن الحكيم زعيم طائفته آنذاك وعلى لسانه بعث أحد طلاب العلم إلى سوق الشيوخ وكان سوق الشيوخ منطقة يعني أشبه بالقرية بعيدة عن المدينة وكانت ذاك الوقت ديفتك بها طاعون ميتين عشرات الناس بسبب الطاعون فهذا طالب العلم خاف
خاف ليموت بالطاعون وما عنده أحد بالمدينة ومدينته يعني غريبة عليه، فصعد إلى السطح وزار الإمام الحسين من بعيد زين ونام. فزار الإمام الحسين بالمنام، قال له أنت خايف من الطاعون؟ قال له أي. قال له أكتب وعلقها على دار بيتك إني أريد أمانا يا ابن فاطمة مستمسكا بيدي من طار. وأنت هذا القول وهذا الدعاء موشوم على خاصرتك. نعم. وهو قيل في رواية لابتعاد الطاعون عنهم، أنت مسوي حتى تبعد شنو عنك؟ حتى أبعد كل شر وأذية. قصة ومن قال الطاعون مو جرد على مود الطاعون، على مود أي داء أي حادث لا سامح الله أي مسألة ممكن تتعرض لها. وأحنا من يعني من الصغر من الأطفال إحنا علمون إنه تقول هيجي إني أريد أمانا يا ابن فاطمة. فهذا لحد ما كبرت ووعيت وقبل لا أطلع لازم يعني إذا طلعت وأنا ما قاله شو نسيت أقوله، بس إني أريد أمانا بيني وبين نفسي يعني إنه أقوله. فهذا الشيء يعني من أول ما يمكن تعلمت أحكي ولحد اليوم أنا قبل لا أطلع لازم أقوله. وفدقيت لأن هو فد شيء كلش يعني لي. وأنا حتى من كنت صغير مثلاً كنت أشتري لابتوب، أتذكر شلون اللابتوب تدوس دقمة مثلاً يعني عفواً يعني شنو تقول قبل لا تفوت للحمام، إني أعوذ بك من الخبث والخبائث على سبيل المثال، شنو تقول من الطب لفلان مكان، شنو تقول من الطب لفلان مكان. فهاي مواضيع الأدعية وما أعرف إيش واي كل مكان أرد طب لأنا على أعرف شنو لازم أقول الدعاء مالتي شنو الهاي. بس هذا الدعاء قبل لا أطلع لازم، باب بيتنا محطوط ما أعرف إيش، فهو باق وياي فدقيت وشم. شلون قررت وسويت وشم؟ هو يعني قلت إنه أريد أبقي شلون مثل ما يقول لك حرز بس ما أشيله وياي، قلت بخلي أدق وشم. والوشم يعني خاصة بالمنطقة حسب ما سألت واستفسرت وما أعرف إيش إن الوشم ما لقيت بي فد إشكال شرعي يعني خاصة عند المذهب مالتنا ما أعرف شنو موضوع بغير مذاهب. فقررت إنه أدق أحسن من ما أشيله بورقة مثلا على سبيل المثال وخليه بجيبي. وأنت نشرت صورة على إنستغرام هو كان مبين. كان مبين. أكو انتقادات صارت؟ وأن يكون. شعلي أكو انتقادات على كل شيء، كنت انتقاد مستحيل تسوي فد شيء ما تحصل عليه انتقادات. بس يعني عادي ما يعني ما أدير الهمبالة فد شيء أنا مقتنع بيه فد ما خال العالم مثل ما يقول لك شكل وجمالية وما أعرف إيش تقدر أدق غير وشم يعني غير أشكال أدق لي ترى والله أدق لي كذا رسمة أدق لي كذا كتاب أدق لي كذا أي شيء. بس أنا لقيت هو هذا بالضبط لأن هو هذا في شيء يعني لي يعني. أنت تعتقد نفسك شجاعتك طبيعية تشبه باقي الناس، بس أنت ما تخاف من أي شيء الحمد لله. ومريت بحادثة العشيرة تبرت منك، وعلى أثر هاي الحادثة قررت بعد ما تتعارك أبد. هو مو تبرت من عند إنما أبوي قالهم لا بعد لا تفزعوا الأبهاية خلاص كافي. كنت كلش يعني أنا كنت الغلط يعني كنت عبالي إنه أنت لازم تصير سبع وأنت رجال حوك ومضبوط تعارج مثل ما يقول لك عارج أضرب اقتل. فكنت على أي شيء يعني على أي شيء أنا فاضل ليش أنا شنو ليش يجي وسويت له مشكلة. ف آخر مشكلة صارت يعني عند بحي الجهاد تعاركت ويا شباب صارت العركة بيتوا لي إياها مو بيتوا هن ما راحوا مثل ما يقول لك انسحبوا ورجعوا لحقوانا تعاركوا ويا كانوا وياي 4-5 من جماعتي اتأذوا هيل. وأكو ولد من عندهم يعني ضربت ضربة كانت كلش خطرة يعني إنه الولد فقد وراها. بالليل اجى واحد قال انه ماكو شيء ولد منطقته هاي الامور خلونا شنو امن انه خلص مثل ما يقول لك هاي العركه خلصت وانتهى موضوعها تانو نصر وحدي. يعني 30 واحد قليل يعني ما اعرف العدد كان جحفل قسطل صار مال معركه من التراب والبطاله طاط تتكسر. وين ابو الشفقه العسكريه؟
قلت له قول بس انا يعني واو شو تريد تسوي يعني لو شايل ساوهم انا ما تلحق عليهم. ما اطولها عليك ضاربنا. فبالصدفه طب اخوي وطب ولد اسمه نور الدين صديقي وعلي فالح اخو نور الدين ثلاثه جماعتي كانوا موجودين كلها صعدت على الرصيف ما يعرفون كلي نور الدين علي فالح اخوي بذول عن شلون اقول لك شيء تعب العركه الخسرانه 100%. فشفت اخوي اندتش يعني بصدره قدامي نور انكسر فتشه وعلاوي سحبهم للولد بقيت يعني انا بنص لاي واذكره جانب ضربوني ببطل على وجهه من مد على فلاش شفت بس فلاش مديت ايدي على عيني لقيت دم عبالي من عندها فقلت انه انا خسرت عيني يعني بعد شرط اخسر اكثر فقمت اضربه باي شيء اي ظهر صار قباله ضربه راسه ضربه بقامه بسكينه بما اعرف ايش صارت يعني يعني كلها غرقانه بدمها ايدي مشققه وجه من هنا مشقوق خشمي من هنا لهنا مشقوق كم انه ما اعرف ايش على المسألة يعني باعتبار مشقوق يعني عفوا ايدي مشققه ومضروب وهاي وطالع دم هاي تعرف تكعرف اشهر يعني وياكل حق وش ما مسوي لو مفلشهم تفليش بوكسات وبس واحد ضاربك طلع من يمك دم هو علي كيف أمي أنا صغيرة أنا قلت حس فصيل وأروح أشتري زعلة ألو ها عمي إيه هيك وهيك وما أعرف إيش خوالي كانوا قريبين الجو بنفس اليوم كان أبوي يقول أمين قلت له هو طب للفرع محترم هو يتحمل أفعاله وأنا انضربت قال خل يجون والله كريم اجوا اللي ياخذون عطوه وهاي تعرف التوقيت الامور فانا عبالي انه باعتبار الصوره راح تطلع انه احنا المتاذين مو هم جو جايبين تقارير طبيه وما اعرف ايش هذا هيك ظهره هذا هيك راسه وهذا يقول لي وعمي وما اعرف اشوفه شلون مشقوق علي ومخيط اخويا مضروبه بصدره يعني شروع بالقتل متشوش بصدره سكينه شان ابوي يقول ما توقفوا لي بيها هاي اذا وقفتوا بيها وخلص وصارت وفصل وانفصل وما اعرف ايش ومشت هاي وراها هذا يقتل خلاص يعني عوفه عوفه روح ما اعرف ايش بعد انه حلوها شلون اقول لك ابوك انت تراضي مرضى اي واذا مثلا انا ضربتهم ياخذون حقهم مربع ما ادري ايش يعني الفصل معلق واذا هم ضربوني كذا فمن وقت حسيت انه انا فعلا يعني دا اسبب مشاكل ما لها داعي فمن وقتها قمت اللي يضربنا راشدي اقول له الثاني حبيبي جيب الثاني انتظر اذا يريد يضرب الثالث ولا لحد ما انه خلاص يقتضي الامر لازم بعد ما لك غير حل نهائيا وهاي الله ممكن افكر بالعركه وجوز امي انا ما افكر بيها. وش كم مره وراها اقتضى الامر؟ مره بس مره عشان ما تسوي لي شيء والله مو اني محمود طبيت دا اجيب اكل لقيت دا يتعارك محمود فزعت له بس ما انا ما سويت مشكله يعني كاني ما سويت مشكله. انت ما تخاف من الموت بس تخاف من شيء اخر وسالتك مره وكان جوابك نوعا ما غريب فانت جاوبني انت ما تخاف من الموت؟ اي طبعا ما اخاف من الموت بس خوفي ورهبتي من المساله هي مواجهه رب العالمين يعني لان شو تقول له يعني بشنو تقابله؟ انت شنو مودي رب العالمين؟ شنو مسوي له؟ قصورك اخطائك اللي مسويها بحياتك ما اعرف ايش ومو انت تحكي ما تقدر تحولك لو تصير لوتي لو اذب لك فراره منا مو انت تحكي اي دق تسولف هذا هيجي هاي انا سويت هيجي رجلك تقول انا سويت هيجي راسك عجيب يعني
فشيء مجرد انه انت تفكر بيه تنهار من الخوف، مو بس تخاف، لان انت تفكر بينك وبين نفسك انه احتمال انت ما مسوي فشيء، الاخرتك ضامن ولو بنسبه 10% دخولك للجنه. فهي هاي المساله اللي تخوف، مو الموت اللي يخوف، لان الموت هو وبالتالي هو جايك. يعني جزوية مدرسة ألفان وياك أزمة قلبية شوف شنو وأتوكل الله الدار حقي، بس الوراء الوراء لي خوف. قبل أيام سولفنا عن غزة واللي دي يصير بغزة الآن، اللي هي طبعا يعني أشياء حتى عيب نخوض بيها لأن مؤسفة. وقلت لك أنت ناشط بالسوشيال ميديا فيما يتعلق باللي دي يصير بغزة، وحاليا انا تابعت ستورياتك اخر اسبوع ما بيها اي شيء عنك، فقط عن غزه، وتكتب هواي اشياء لها علاقه بال بانه ذول شنو ذنبهم واحنا لازم نسوي شيء. وسالتك سولفنا جاذبنا اطراف حديث، قلت لك احنا ايش قد مرينا بحروب واخرها كان تشرين، الشباب تفوت دخانيات بادمغتهم ويموتون، وموقف ان واحد من الوطن العربي وشير ستوريات، ليش انت ذا تسوي هيك؟ قلت لي انا شعلي ابيهم 100%، أنا عليه بنفسي، مش عليه بيهم. أنا هذا موقف إنساني قبل لا يكون أصلاً يعني مسألة دينية، هذا فشي إنساني. أنت جاي أشوف إنسان مظلوم مطرود من بيته، ده يتعرض لأقصى أنواع الاضطهاد والتجويع والقتل وال... يعني شلون أنت كبشر، كبشر لا أكثر ولا أقل، ما تكون وياه وتتضامن وياه وتتمنى الدافع له بكل شيء حتى بدمك وروحك. أما تقول لي ما حد نشار لك عليه، ما حد الضامن وياك، ما حد هاي، فأنا ما محتاج، ما محتاج. أنا عراقي، أنا منين؟ من المغول جبته، من المغول وقفت على حيلي والوراها والإنجليز وثورة العشرين وأمريكا والطائفية وداعش وكله، وقفت على حيلي، ما محتاج أحد. أنا كعراقي ما محتاج أحد نهائيا، ولا محتاج أحد يضامن وياي. بس كمسألة وقفة إنسانية كبشر طبيعي، بعيدا عن انت شنو دينك، من يا دولة، اجنبي، عربي، افريق، اي شيء، انت من شوف هذا الموضوع، انت لازم يعني اقل ما يمكن انه تتضامن وياهم، تحزن عليهم، تحاول تدعمهم ولو ماديا. اللي دي يصير ترى كلش يمرض القلب، كلش يمرض القلب من انت تشوف رئيس دولة عربية يضرب شعبه بسلاح قتل اختطاف، حتى يوصل المرحلة انه يستعملون اسلحة محرمة دوليا بس على غزة، على فلسطين. يا الله، ابناء غزة يا رب العالمين، يقاتلون بالدعاء بس بيناتهم وعلى ابناء شعبهم. لا، السلاح موجود والقاذفات موجودة والرشاشات موجود والاعتاد واقصى انواع الاسلحة، كل شيء موجود عندهم. فالمسألة اللي تخلي قلبك يحترق، هل من المعقول انه على جبناء لهالدرجة؟ مستحيل. كشعوب عربية ايش جعل العالم بالكرة الأرضية هم العرب، بس ليش ايش دا يصير؟ هذا شيء يخليك تستغرب كلش عن الجديات هاي الأيام اللي دا نمر بيها، توصل بيك درجة تحس نفسك وكأنما أنت مريض نفسي عندك دبرشن، وكأنما ما تقدر. بدا تشوف بس قتل وموت وهاي ودا يصير وتوصل لهم أكفان، توصل لهم ما أعرف ايش، شو تريدون تخلصوهم التول وشنو؟ ما والمصيبة الأكبر إنه هسه مثلاً أنا أسولف لك عني شخصياً، أول 10 أيام مثلاً أسبوع أنا أبكي، هسه دا أشوف مدى أبكي، هاي مصيبة، هاي راح تبرد، مدام مدى يصير شيء راح تبرد، راح تقوم تتعود على هاي المناظر والمشاهد وتشوف القتل الطبيعي وما أعرف إيش، راح تتبلد وعاد واحتمال أصلاً تطلع من دماغك الشغلة. مصيبة يعني. أنا المشكلة يعني أنا شاب، شو اقدر اسوي انا؟ شنو بيدي؟ بس لازم يكون اكو فتح لهاي المساله. واكو عالم استغلت الموضوع بشكل فظيع، يعني تجاره، تجاره. انا ما اريد اخوض اكثر بالموضوع، يعني انا هسه اليوم طالع شفت اعلان كذا كتله سياسيه من مسوقين لنفسهم على القضيه الفلسطينيه، الفلان يدعم القضيه الفلسطينيه، انتخبوا مرشحكم. هاي شنو؟ عجيب عجيب، مستحيل اللي يصير والله. يعني ما اعرف انا الصح لو هم الصح، معقول انا الغلط؟ ما دافتهم.
شنو ممكن واحد شلون واحد ممكن يساعد؟ انت شنو تقدر تساعد؟ اكو مكان واحد يروح للان مثلا يتبرع ماديا؟ سؤال هسه مثلا عيب تنحكي مثلا انا تبرعت ماديا بس ما يعني ما اعرف اذا توصل فعلا او ما توصل ما ادري. المشكله انه الدائر مدى يعني معبر سادي القصف اللي يروح على غزه من دوله عربيه يمين انت ايش تقدر تسوي يعني خوي؟ تروح سفره مثلا لبيروت تسوي روحك رايح على الرشه قاعد تدز للحجيه صوره يم البحر بعدين انت تتوجه تعبر من الحدود وحدك شو تسوي مثلا؟ شو تسوي؟ وبعدين هذا مو شغلنا احنا كشعب. كل دوله عندها جيش عندها ما اعرف ايش عندها. هاي ما اقول لك حرب، هاي مساله الحروب الطاب طيب وهاي بهالوقت ترى انقرضت يعني ما قامت توكل خبز. تريد تحارب حارب اقتصاديا وعدنا نقدر على هذا الشيء بس ما دافتهم ليش ما يصير. واني يعني يجوز التفكير رايح بيه غميج وزايد من وراء هاي المساله مرات اصلا اقول هل من المعقول انه امريكا وايران واسرائيل ثلاثتهم متفقين على هاي اللعبه؟ امريكا شلون مثلا مسيطره على العراق او مسيطره على الخليج على سبيل المثال؟ تخويفهم من ايران، خوي ترى ايران احتمال تطوب وتطيح حظك فانا احميك شو تقول؟ وطيني فلوس وقلوا لهم لايران وايران سووا روحها عود ترى احنا وهيك وكذا وما اعرف ايش. انما لو هم الخلايجه مثلا على سبيل المثال ولا العراق ولا ما دارين بال ايران ما محتاجين حمايه امريكا، يحتاجون حمايه امريكا منين؟ ما اعرف. ساعه افكر هيك ساعه اقول لا شلون هي ايران الوحيده اللي جاي تدعم فلسطين واحنا العرب ما دارين بال؟ ما اعرف يا اخي. المساله اكبر من هيك بهواي، اكبر من عقلي، اكبر من تفكيري، اكبر من دماغي. ما اعرف شنو بيجي اسوي. شنو تقول للي يقولون هاي مؤامره سياسيه؟ شنو جوابك؟ مؤامره سياسيه كشنو؟ من اجل ضرب هدف اخر، مو المقصد هي غزه. ممكن جدا، ممكن جدا. انا اعتقد هسه صار الوقت اللي نحكي بيه عن الموسيقى. طيب لانه انت سولفت عن مدرستك الابتدائيه وفتت بالمتوسطه ورحت كليه وما جبت طاري الراب. وانا مبدئيا خلي اقول هو الراب طالع من الهيب هوب وهو اعتقد اختصار لريذم اند بويتري 100% صحيح، اللي هو قصائد به ايقاع او شيء المقفع على الايقاع. أيه. شعر المقفع على الايقاع. اول شيء خلينا نحكي مبدئيا انت شلون جيت للراب وبعدين سولف لي ايش قد ممكن ياثر الراب على مجتمع مثل المجتمع العراقي. احكي لي شلون جيت للراب. ما كنت اعرف شنو الراب، عرفت مايكل جاكسون. فكنت اسمع مايكل جاكسون وهاي بس انه كميوزك اجنبي. الاغاني العراقيه والما اعرف ايش شوي ما كنت احبها يعني شنو هاي. من سمعت الشيء الاجنبي انه حبيتها اكثر. بعدين على مثلا قناة ام تي في من شتبه عليه قامت تطلع راب، طلعوا 50 سنت جي يونت امينيم. فكنت اروح التسجيلات بالمنصور بالرواد اتذكر يمكن شارت يبيعون اقراص مال البومات كانت غالية يعني جمعاني حتى اشتري القرص واروح واحطها على السي دي وعندي لحد الان موجودات بالبيت معتز بيهم كلش. فبديت اسمع سنوب دوغ وجي يونت وامينيم وايس كيوب وتوباك وبيجي وكلش حبيت الطريقه اللي ما اعرف ايش يقولون بس هذا الايقاع والشيء الاجريسيف وتحس شلون كلش كنت استمتع بهذا الموضوع. فلقيت موقع حد لا اتذكر هو اسمه طرب مالت 6rb.com.net يتشي. طبيت عليه هذا بسكشنات اغاني عراقيه اغاني خليجيه كذا 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 لقيت سكشن اسمه الحان راب الحان بس الحان. طبيت عليه الحان المفنان كذا الحان 50 سنت اه طبيت لقيت لحن مال 50 سنت لقيت لحن مال الاغنيه مال كيندي شو انت انت اوف هذا وحده ما حد يحكي عليه. حطيت شغلت لك اياه على دي جي وشامر لك الهيدفون فوقه وعود تسجيل وعود اسوي اغنيه وبالريكورد مال الحاسبه وتسمع الاغنيه خوي خلاص ما جزر بس انا بداخلي اقول سويت اغنيه وانا اول عربي سوي اغنيه مال راب
صارهم من 98 يغنون الجماعة وهذا ما أدري. بعدين عرفت كلاش السعودي أول رابر عربي أعرفه، سمعت الأغنية اسمها أمي شالت، يعني لحد الآن الأغنية عم تسمعها فشي رهيب. بعدين سمعت رابرز عراقيين وبمستوى يخبر يعني بذاك الوقت، كانت بس كانت كلها هي شب أمك هي شب أختك هي شب واحد يغلط على الثاني ما أعرف، يعني تحس الرجال قاعدة يحلون مشاكلهم الشباب أو ويضاربون، ليش يجي واحد يغلط على الثاني؟ بس شنو تحارب هذا المود يعني. فظليت أسمع وما أعرف إيش وأنزل، وخوي دزلي دزلي اليوم جبت أغنية هيج اليوم هيج اليوم. كانت منتديات يعني، ما كان أغاني ما كانت على اليوتيوب مال الراب، الطب على اليوتيوب تكتب ما تلقى، تروح مثلا على راب داش العراق دوت كوم تلقى بيه أغاني والأغنية تصعد بنر يعني هذا مفلش للدنيا. وراء قمت أسمع جوي ب 2011 2012 وغاني كل حبة شيات وقتل الذبح حسب فكرة جميل. فظلت كل شيء يعني أحب أسمع وما أعرف إيش وهاي. بعدين قد ما أحفظ وأغن وياهم أعرف مثل ما يقول لك فهمت اللعبة، فقلت أنا ذا هيك أحب ليش ما أغني. فأنا ولد صاحب اسمه الحسين نصيح لأدله، فتحنا استوديو بحي جهات ب 2015 عمره 17 سنة هاني بقيصرية، وحط الجام خانة والمايك ومسوي بوث وحاسبة نجم عالم شنو محمد لا حد يحشوه في دول عينك. تسجيل الأغنية ب 25 والله على 20 متر هم، وأصعد للجيم وانزل كله بالهاف وسويت أغنية وضربت. يعني هو كان وقتها أشهر رابر عراق وأقوى رابر عراقي أرماندو، أرماندو نشر الأغنية قال هذا الولد قوي أسلوبه مختلف. قلت بدينا انتهى الموضوع. شو الربع فلشوا عزلوا شنو هاي السلسلة يا أبا والله على خوي ترى حتى جماعتكم يجون يسجلون هنا في دول عيلك شاب سدة دل قال سدة. قلت له شنو سدة ما سدة. ثاني يوم فلشوا قلت له دل عوف الموضوع نسوي بيتنا لحد على كل واحد يسوي بيته. ظليت على الحد 2016 يعني سنة واحدة خنيت يعني بديت 2016 بتكملت رجعت نزل 2015 نزلت بس أغنية 2016 نزلت كذا أغنية والمشاهدات يعني شهرت على قدنا يعني اللي وصل 10,000 فيوز هذا هو يعني القفلة بعد 10,000 شي تقيل بعد أكثر من هيك. بآخر شي شفت الشغلة ما من وراها مثل ما يقول لك فائدة، ولازم أدرس ولازم أشتغل ولازم أكمل الكلية أظل أنا بهالسوالف وتالي عوف عفيت لحد 2020 لو 21 محمود 20 أي يمكن 20 عايف أنا الراب ونسيته وكل رياضة أحمد سود علي راح صوت طبق من الصبح للليل يغني الفرح مع الأروح مشغل 24 ساعة وها خلو ياها آه ويلي واسمع وعايف شيء اسمه راب وناسيم طلع من الجمجمة وحطه على صفحة. كان يخابرني ولد صاحب اسمه كرار كاتفت اسمه بالراب أبو علي. قلت له حبيب الروح. قال أول باطل راب بالعراق منظم ونازل أنا ضد ولد وهاي وتعال. لا بعدكم بس سواليف مستهيت وخوي وعدكم لهي توصلت لركب شل السؤال فما زعلت. تعال والله تفوتك هاي. قلت عمد روحي مخطاران من الفل وجهي يا باطل يا مهيب روح حبيب روح. سديت رجع خابرني عريبي صاحبي ابو علي وكانت جروبات ما الراب يعني ما كان كل رابر بوحده، كان مثلا انا وياي على سبيل المثال صلاح ومدر منو احنا جروب اللي يغلط على واحد بينا كنا نغلط على ذولاك وهيك شايف. قال انا واحد جاي وذول الماسترز كلهم جايين احتمال راح يصير عركه وانا واحد ابو علي تعال بس تعال. قلت له ابو عرب جيتك
رحت لك وعرك لا شيء، هذا لازم صاحبي يطق عليه وانت ايش وانت. انا انغثيت من يم لابي وعلي مشبلك انت شو معرفك وانت هيج وانت هيج. لزمني المنظم قلب ويته خذت نعاس الفاصل في دول عيلك وانت منه. طلع على عريب من يمه هذا خليفة يذبحكم اكبر راسي كسرة لك عريب. اسكت خرب معود ابو عرب ابو عرب شالت هاي التفقه شان يقولون الباطل جايته. لا حول ولا قوة الا بالله. ويا من بوي قال ويا واحد اسمه بلاك دراغون شنو بلاك انمي شنو هذا. رجعت للبيت ارد اكتب ارد اسوي لي شيء ما اعرف ناسي 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 خلاص ناسي. رحت للباطل القى لك الولد ما اخذ لك القهوة اللي مسوين بيها الباطل داير حبل يفطر وحاط الموبايل وسماعة وكل هيك. قلت هذا راح يثرمني ثرم يعني ما بيه مجال. انا سويت بروحي لو اليوم طالع لي شغل مو احسن لي كنت اروج جاير. ولقى لك واحد من دول صاحب اسمه عراق. قلت له عراق اخوي خليه ينزل هو بالبدايه حتى من يش على الاقل اعرف شو رده. قال لك اذبح ويبدي لك الباطل كان هذا مسوي روحه اجنبي الهوست كليفا راوند 1 جو اهيد. خوي مو احنا متفقين هو مو انا عاد شي جبالي جبالي من شان يفتر وهاي راجع وما ادري شنو. فضليت ارتجل شايف والجمهور مو كل ما اصلخ عليه وحده يظلون يقوم لي جن اكثر. هذا خاف سحب جربوش اشتغل طب طيب طب فزته. اجى الثاني صرح فزته الثالث الرابع بعد قام اخر شيء ما حد ينزل ضدي يقول لا اخوي عوف هذا ما يفيد. فما كنت متوقع انه هذا الباتل راح ينشهر مثل ما يقول لك لو يشوف عالم باعتبار انه هذا كلتشر خاص بينا يعني احنا نصيح له نفسنا اندر جراوند يعني انه هاي العالم وعيشتها الطبيعيه احنا هنا نتجود نسوي شيء لوحدنا ما حد يشوفنا بس احنا وجماعتنا واللي يحبون هاي المساله. انفجر زين انفجر هذا كله كلمات فشار ومسبة وطب لك للبيت والقارك الحجية فاتح الموبايل ما تخلص مساكلك ويا الحجية أبد. شقلها شاد قلت تعال شين هذا شقلها قلها باطل ترى هذا زماط لحشين زماط ترى مع المهاويل بس هذا حديث. قلت يا مهاويل كلب شنو هذا الفشار شنو هو لازم قوانين. قالت قوانين تقعد تفشر قدام العالم اليوم ولا مرك اليوم يما والله التوبة بالعباس والحسين هو لازم يجي يعني. قالت والله ذا بعد اشوفك هذا سويت للولد الغلط عليك انت سويت له. قالت عفته هيك وراها قلت له هي لازم ومكيف يغلط عليك يا معودة يما والله مو هيك المسألة اقعد اشرح لك جاء هذا انت أدري شنو وزعلت علي بالأسبوعين ثلاثة وأنا شفت انشهار وبي مسبة قلت إحنا شنو نرجع نثبت النظرة عراب إنه هيجي وهمين راه الراعي شوف أخوي إفشار ساقطين ذولا دبسيزية. قلت ما دام الموضوع قام ويشوفوا عوائل شوفوا صغار ابتعد عنه. بلشت سويت أول أغنية مليون مليونين ثلاثة موبايل مصورة هي كانوا جمعت يلا يلا أخوي يلا صور إيه انزل انزل عزيزك أولي ربع ساعة كملت الأغنية شارتها نزلت الوراها على سوالف إن الواحد من يتخرج وين يتوجه وراها ما أدري شنو قلت هاي واحدة مالون سي قلت لا هنا أصفن ما دام انت جاي تنسمع خلاص لازم تأدي واجبك يعني من خلال هذا الموضوع تضطر سالتك تحكي بقلبك اللي يصير اكو شغله احتمال العالم ما حاس بيها تفهمهم والكذا. فصارت الهجره العراقيين طلعوا الليتواني اعتقد اسمها الدوله من ضمنهم كان همي انا ولد صاحب اسمه جوني همي انا كان يغني وهيجي
تباوع التعامل مال العالم ويا العراقي شلون ينظروا بيرجع من الحدود هذا اللي يموت. أنا هو طالع محسب إنه أكو نسبة إنه هو يموت ومحسب إنه احتمال ما ينقبل وما يظل ومحسب إنه مش راح يصير بيه بالطريق من عذاب وأذية واحتمال ينباع يعني بعد تعرف الطبقية التفاصيل. فصفوان قلت العراقي ليش دي يسوي ليش دي يعرض الروح لكل هاي المسائل بس حتى يطلع من العراق شبيه العراق. فمن صفوان خليت العراق ده ده أشوف العالم ليش ده تطلع تصفن اللي تقول حقهم. فسويت العيوب وكأنما مميزات بالأغنية أطلع من دار الشلون قل لي من يرضى بهاي وأنا لقيت من وقيمة وشلون أطلع من الشاي يعني أنا بس هاي الفالحين بيها وهي هات من الذلة بس عادي عالم تموت دولار 500,000 يصير مهم الجدرية تمام وضعيتها. هاي شغلات تحرق القلب. الإمام الحسين هو قال إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم إنما خرجت للإصلاح في أمة جدي. ما قال لك خوي تعال على أطبخ لي 24 ساعة وأهم لازم تفتهم أنت الحسين شنو الموضوع. فجبت لي يعني المواضيع هاي ستيب باي ستيب. رجعت قلت لنفس درض أنا خلاص كملت هذني وطلعت من العراق. أكون مثل العراق كشعب كعراقي مستحيل. جعت بموضوع خلنا نحكي الصدق عندنا ما حد عندنا أطبل الفلوجة بالطلاق اللي اتغد ما أعرف إيش بالبصرة الناصرية ما أكون مثلنه وفعلا ما أكون مثلنه أخوي. فالأغنية أخذت يعني انتشار كلش كلش واسع ما شاء الله. بس فهمت غلط والله الصراحة اللي فهمها غلط بس الغبي لأن شعرت كلش واضح كلش واضح ما اقدر اسوق هواي لانه تجيني النعسه فقل لي شلون افز اذا مو كل ساعه طس يعني مثلا على سبيل لا اقول لي خوي الشوارع مالتنا ترى مثلا على سبيل المثال كلها طسات كلها ما اعرف ايش وهناك ما اكو طسات شلون تطلع. انت قلت لك بعض ما فهموها غلط. اكو بعض اكو اصلا تجي بنات تشن تحكي عن النساء وحقوق النساء وانا حاكي على مود وما انا قايل مثلا شلون بدك وتريد تداوم ما اتذكر بدك تريد تطلع وتريد تداوم كلية. انا بالعكس انا واقف فيهم عبالهم انت شنو يا رجع يا متخلف يا شرق يا رجولي عزيزتي افتهمي في دول عيش بس صفني لها في الثلاث ثواني قبل لا تحكين. فحتى لما افتهموها غلط بعدين رجعوا افتهموها عادي ومشت الموضوع مشت نزلت وراها أغنية بيها نوعا ما من شلون إذا واحد عنده معارف عنده واسطة عنده كذا. نزلت وراها أغنية هي شمال ونسى نزلت وراها أغنية كم على المواضيع صارت كمثلا موضوع الدولار موضوع الفاشن ستات اللي شو ماخذ على الدنيا ما أعرف شلون موضوع المحتوى الهابط موضوع هاي الأمور كمان أعطيتهم بأغنية فابنه خلاص انا كيب على طريق اسوي اغاني ممكن اوكي فرحيه وشبابيه وحتى العالم تتونس بيها بس بنفس الوقت لازم اخلي الموضوع اللي انا حاس بيه بداخلي يعني على عقاله. مثلا شفت فيديو انه صايره مع يعني فد نزاع عشائري كذا منطقه واحد طاب ده يمشي ما له علاقه وحيد اهله وقعت بيه طلقه مات ليش وين الدولة يعني أنا قبل كذا يوم شفت فلان منطقة أسوي شعري ماتوا ستة وأنا دا أسوي شعري طفل متعارك ضارب طفل رايح هذا قايل لأبوه هذا ضربني جاي هذا قايل لتشون ابنك يضرب ابني متضاربين هذا حاطه قاتله ذاك أخوه يسكت ما يسكت حطه قتل هذا وطالت لك السالفة زين أنا أرد أسأل بس سؤال بهاي الوضعية يعني وين وين القانون؟ ليش مدى ينفرضوا عليهم ذول ليش مدى يتحاسبون؟ ليش مدى ينشالون؟ همي أنا فحت شيء بخصوص هذا الموضوع أنه لازم القانون يقوى أكثر يقسي أكثر يعني أنا شعبي رادلة شوية قسوة أخوي فخليت أنه هذا مثل ما يقول لك الخط مالتي على هذا وأن الراب صار تأثيره بالوقت الحالي العالم تقبلته قامت تسمع الراب تفتهم شنو الراب
شنو اللي يريد يوصل الراب، فتأثيره صار كلش كبير خاصة على شريحة الشباب، لأن الكبير بالعمر ترى ما يحب هاي الميوزك الصاخبة وهيك ودوخة، يريد عود يريد فتشي هذا يستمتع به، مستحيل راح يسمع راب، بس كشاب يحبه وانت تقدر توصل له رسالة بشيء هو يحبه يعني ومتونس عليه، فممكن يغير شيء بداخله، ممكن اكو شيء كان هو يسوي غلط يسمع الأغنية يقول زين ليش ما دا اسوي هيك والله صحيح، فصار كلش مهم يعني وكلش دي وصل رسالة الراب والعالم كله جاهد قبل هاي الفترة خاصة. امينيم يقول اذا كان لديك اعداء فاعلم انك تدافع عن شيء ما، فانت باغانيك عن شنو تدافع؟ ادافع عن عراقيتي عن هويتي عن مواطنتي عن بلدي، وادافع عن ثقافة المواطن العراقي، لان حرام هذا اشوفه بانحدار يعني، مثلا من اشوف شاب عراقي بالعراق عادي من تلقاه بالسيارة شرب بطل مي شو مرة من الجامعة راح لغير دولة يعرف انه ما يصير يحترم ذيك الدولة يحطها بسلة المهملات على سبيل المثال، انت ليش ما جاي تسويها هنا انا بالعراق يعني، فهاي من الشغلات اللي احاول مثل ما يقول لك اغير بيها عسى ولعل انه تتغير الامور، فانا اللي دافع له فقط عراقيتي والشعب العراقي والعراقي بشكل عام، لان بالاخير يعني هو قاعي وانتمائي ووطني، فهذا الشيء اللي جاي دافع له. هو نفسه امينيم يقول اذا ماكو بحياتي سلبيه ودراما راح تطلع اغانيه ممله 100%، لهذا السبب اصلا انه امينيم لحد يومك هذا اي شيء نزله يعني يقلبها للدنيا، لان نابع عن شيء من قلبه شيء بحقيقه موضوع هو يريد يسولف به، وتشوف بقيه الرابرز يسولف بس على فلوس والسيارات والبنات وما اعرف ايش بس انا احس انت كرابر انظلمت، لانه اكو مقطع لمحمد سالم قال رابر خطيه، جبنا رابر خطيه خليفه هيك شيء، اكو هيك موضوع. انا التوبيونس يعني كانت تجيني هواي عروض من مطربين خاصه ورا ما انتشرت الاغنيه مال تبسي، بس انا اعرف انه يعني هو مو سبب المطربين، سبب المنتجين للاغاني، انه هو بعد ما مقتنع ان الراب دي يوصل وهيش، وبعد يشوف ان الطلب احسن من الراب، وانا يعني من اهدافي والارض اسوي بالراب انه خليه حال الطلب، لمن تنزل اغنيه مع الراب مو الا اي رابر عراقي كنت تنافس تتصدر المشهد مثل ما يقول لك، فذبيت انا من باب الشغل لهم والله تعذروني انا اذا انزل ويا مطلب او مغني انزل فقط ويا محمد السالم، باعتبار انه محمد السالم من سنه 2014 اكو رابرز نازلين وياه عراقيين على شرط يعني، فقلت انه الولد هو مقدر يقدر موضوع الراب ميوزك يعني، فشو هتصدف لك عليه تليفون ولد حبيبي خليفه شلونك، قلت له حبيبي وخبرني صاحب اسمه سيف العبادي هم بين الولد مطلب وغني، كان يقول لي باكر ساعة 2 بالليل او هيك ما اتذكر الوقت بالضبط عندك تسجيل اغنية وتصوير فيديو كليب ويا محمد سالم، قلت له شنو غير تقولوني من وقت شي شنو اللحن شنو ما اعرف ايش، ما علي خوي هي بسرعة تصير ما اعرف ايش دزول التيمبو مو البيت يعني احنا نشتغل على بيت، يابا شنو الفكر ها اسمها تهكرت اود يعني حبيتها وتهكرت بوعت على الموضوع ما لحق، فقلت السعد ولد شان هو لازم الشغل مثل ما يقول لك، فقال حسوني حبيبي it's okay go ahead، انا اصلا اتكلمت وياهم واتفقت وياهم اتفاق جميل، هذا العمل راح يكون بقناتهم بعدها ينزل وياك محمد السالم بعمل بقناتك، وانا احب محمد السالم يعني انا كلش احبه، فقلت يلا نذبح هاي شو المكان خلينا نشوف شو يطلع ويانا، وراح نشوف شنو نشتغل المرة الثانية، فهو ناشر فيديو احنا الحمد لله حاولنا نتصل بخليفة وكذا والولد اجي وحاضني والامور طيبة، وهو كان تعامله واسلوبه يخبل الولد كلش مرتب،
على مود التعامل وكذا وهاي ومن قلنا له على العمل وهاي يعني رحب بالفكره وجي واشتغل ويانا وهاي يعني من الداعم منه انا يعني قال لي محمد سالم تعال سجل وياي لو محمد سالم قال لي تعال سجل وياك هو قال لي عنده اغنيه دز يعني جاني واحد قال اغنيه محمد سالم محمد سالم يقول خلينا ننزل ويا خليفه وحتى هو ايش قال لي اني خلينا ننزل ويا رابرز عراقيين ما انا دا انزل ويا رابرز اصلا ليش ما انزل ويا رابر عراقي وانت حلو وتخبل وما اعرف ايش سجلنا الاغنيه طبعا سجلناها شيء وهي نزلت غير شيء كاوديو كان يسوي لقاء كان يقول فسيلوه على الاعمال الجديده وكان يقول واكو هم يعني عمل ويا رابر عراقي اسمه خليفه خطيه سويت ويا اغنيه شنو خطيه اخويا انا ما خابرت قلت لك حمودي بالله عليك يعني ابو سالم بس خلنا ننزل وياك الله يخليك انت رديت العمل وانا رحبت بالفكره باعتبارك محمد السالم يعني وانا احبك واسمع لك ومن هالموضوع فموضوع اللقاء قلت انه يجوز هو مو قصده الكلمه ليش يعني مثلا اضوج له هاي جوز هيش طلعت يعني عابره من منفطاريه مثل ما يقول لك مو متقصد اساءه بيها اللي ضوجني العمل من نزل مو محمد السالم نهائيا العمل من نزل الاوديو شكل اللي انا مسجله ومقدمه قاصين قص قصي بحيث انا يعني شلون اقول لك شلون جاي قال السلام عليكم شلون الشباب من رخصتكم ثم الله والكليب دي بوي بخوي ماين كرافت ما ادري شنو بالسطحان على القميص تقول مطير شي وهيك اسوي والراقصة نزلين عليها ما شو اسمه ضاغط هيدروليكي صار هيك خطيه بالعرض عملت عين عليها فشي يعني مستحيل مستحيل هذا شيء شغل 22 او 21 ما اتذكر شو كنت نزلت فكانت التجربه كلش 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 سيئه يعني بالنسبه لي ابد ما حبيتها نهائيا اكو احتمال تنزل بالمستقبل ويا مغنيين معروفين لو تبقى هيك مستقل لا كلش ممكن ممكن حتى ويا محمد السالم بس انه يكون يعني شلون اقول لك يكون الترتيب احسن من هيك لان هو بالاخير الولد اجى سحب صوت صور وتوكل بالله بعد ما عليه هاي بقيه التفاصيل فاهم قصدي يعني والخطا مو من يمه من العالم سوى الاغنيه انا شنو ردت اسال قبل شويه ردت اقول لك انه شو وقت يقدر جمهور الراب يصل الى مرحله المنافسه مع جمهور اعتاد على الموسيقى الحزينه والمواويل وهاي ثقافة الحزن في الأغنية العراقية هي ثقافة راسخة منذ القدم فشو وقت يقدر يوصل جمهور الراب إلى المنافسة ممكن ما سميها منافسة بس إلى ليفل يشبه ليفل حب الشعب وتناغمه مع الأغنية الحزينة تعتقد ممكن بالمستقبل العراقيين يثقفون فيما يتعلق بالراب ويعتبروه شيء تثقيفي من خلاله تمشي حياتهم حلوة وصحيحة ويتعلمون ونصائح مثل ما سووا الرابرز المعروفين بالعالم وعلى واشهرهم امينيم اعتقد توباك مثلا توباك علم هواي ناس 100% فنقدر احنا اذا عندنا رابرز ممكن يعلمون مو مستقبلا من هسه بس انا تسال اذا سمعك الان شخص راح يقول لك شلون راح تعلمنا واغلب اغاني الراب بالعراق هي كلمات خادشه من حقهم ما هو أول ما سمع أغاني من قبل يعني قبل كذا سنة ما أقول لك قبل بعيد أنا كنت هيجي أنا يعني بالباتل أنا كنت هيجي وإيش وشغلات ما لها داعي مثل ما يقول لك فمن حقهم اللي يقول الراب هيجي بس هسه بعد انتشاره ومن هسه هو دا ينافس ما أنا أقصد بمسبة ممكن يعلم بشتيم الراب أنت ممكن تشتم ممكن اشتم بس بالاخير الشتم هو ترى كلمه يعني حتى توصل فكره من خلاله اوكي هي كلمه خادشه بس انت لازم تقولها مثلا بموقف معين يعني هنا انا لازم تقول هي شيء يعني انت ما تنصح يسمعوا الاطفال اي شيء بفشار نهائيا ما انصح يسمعوا الاطفال نهائيا ما انصح تبسي تنصح يسمعوها الاطفال 100% ما بيها اي شيء بالعكس تعليميه وتثقيف وما بيها اي كلمه خادشه للحياه نهائيا ما نزلت لحد يعني من خلص انا عرفت آلي بعد ثالث تراك اعتقد الرابع يعني هو اللي خلص وصل يعني كلش تغير التوجه مالتي باعتبار انه انا دا اشوف مثلا شخص هو وصادفني موقف انه ابدا يمشي وابنه مراهق
فقال لي انت خليفه يا معود؟ قلت له قال والله خبصنا بيك دمرنا دمار. قال حبيبي الله يحفظ لك ان شاء الله ما اعرف ايش قال حبيبي. بس يا اخي حاط لك الايباد ويشغلين والمره تسمع وانت ما مقصر بالمسبه وبهاي الامور يعني. فهاي شنقلت بدماغي من ذيك اللحظه يعني. قلت انه اوف عائله وهاي زين امك عائله عراقيه انت تطلع واحد تشوفه بس يفشر ايش تاخذ نظره عليه؟ راح تاخذ نظره مو بس عليه راح تاخذ نظره على الراب كله بشكل عام انه هو هيك هذا فن دخيل وهابط وسيء وبس مسبه وبس ما اعرف ايش. بس بعدين العالم يعني حتى احنا كرابرز افتهمنا شنو الصح افتهمنا شنو فكره الراب لان احنا ما كنا نسمع راب اجنبي شنو هو الراب كل واحد يدس الثاني وفشار وهيك بامك هيك وجكت لك فعلا عبالنا هو هيك يعني كيف الموضوع استمر يلا حبيبي اغلط غلط وهاي صارت اغنيه. بس بعدين افتهمنا تعلمنا قمنا نشتغل صح والجمهور الشباب بدا يفتهم هذا الموضوع والكبار همي انا من قاموا يسمعوه مثلا يصادفون بكذا مكان قاموا يعرفون انه شنو هذا الفن قاموا يتفهموه على الاقل مبدئيا ممكن يتقبلوه هسه بس بالمستقبل لا راح يكون حاله حال الطلب اذا مو اكثر من عنده لان الصراحه الطلب وجهه نظره يعني كله نفس الموضوع ونفس الموجه وعلى حبيبه على حبيب على ما اعرف ايش نادرا ما تلقى فد اغنيه بيها فد موضوع يمس هدف معين او قضيه او ما اعرف ايش وهاي كل هنا اغاني تسمعهن وهاي الله تونست بيها الله حب وحبيبتي واحبك لو غدرتني وبعتني وهالامور عكس الراب الراب كل اغنيه تحكي لك عن فد شيء تحكي لك عن قضيه تحكي عن مثلا مشاعر يحس بيها الرابر اشياء دي يمر بيها الشاب العراقي اشياء تصير بالكون كله مثلا على سبيل المثال هو دا يفكر بيها يطلع فكرته من خلال أغنية. طيب اكو كتاب اسمه بقايا القهوة الماريو بندنتي الايطالي طيب يقول الكارثة لا يمكن ايقافها ما من شيء او احد بوسعه ان يوقف الزمن وانا سؤالي اليك اذا ما راح اوقف الزمن راح ارجع الزمن لو رجعنا وانت لو رجعنا للطوبشي زين وقالوا لك يلا هسه منا عيش راح ترجع لنفس حياتك لو تغيرها؟ لا نفس حياتي ما اغير بها اي شيء ممتن الاهل والرب العالمين بالبدايه على اللي صار وسويته حققت حلم يعني كان بالنسبه لي يعني شيء مستحيل على سبيل المثال غنيت ويا فورتكس فورتكس رابر كويتي كنت اسمعه انا صغير بالعمر يعني انا اشوفه بالموبايل اريد هيجي احضنه قد ما احبه بعدين يطبق لي يا الخليفه وش تقول يبا بنسوي اغنيه مع بعض ها خلاص قلت لك فيرس الثاني وخلي نروح على دبي نصور وش تقول عم نطبل يقول لي هيك اخوي هيك صرت فلا ابقى على نفس حياتي الحمد لله والشكر صارت وياي اشياء ممكن لو غير شخص رائد هيك شيء ممكن ما يصير يسعى بيه ويحاول وهاي بس انا ربك هو سهل لي اياها هو قال انت مو تريد هيك هاك يلا الحمد لله والشكر فلا ابقى عليها ما غير بها اي شيء. خليفه اوجي لمن تهدي هذا البودكاست؟ يصير اهدي الاثنين؟ تقدر اول شخص اهدي للبودكاست عرهيب صاحبي اللي رجعك للراب اللي هو رجعني هو مو بس رجع لي الراب هو يساعدني بمجال الميوزك هو اللي من مثلا صار على الدرايت بلوك يجيني ابو علي ايش سالفه ارجع انت مو سويت هذيك سوي الاحسن اكتب قوم اشتغل يسجل لي يهندس لي يسوي لي اجواء هاي الامور وبعيدا عن مجال الراب والميوزك فهو اخو كفو حزام ظهر ينشد بيه الظهر خوش زلمه معدل. الشخص الثاني ليو سارغون عراقي عايش بلندن برودوسر ودي جي طبلي كانت أول أغنية إلي واصلة 30,000 مشاهدة فقط طبلي كان يقول لي أنت راح تصير أقوى وأحسن وأشهر رابر بالعراق فشفت النوكي رسالة من واحد يجوز حب الأغنية ظل وياي ساعدنا روح صور هاي دزل الفيديوهات أنا منتج من لندن سوالي اللحن مال الأغنية الثالثة
سوالي الأغنية مال اللحن مال يلا حبيبي حطمو يا رابر بريطاني اسمه كليمنت مارفو كله بلا مقابل وما رايد من عندي شيء، حبس يساعدني ويوصلني ويطلعني بها صورة. فهذا همي أنا أكيد أهلي لهذا البودكاست. كلمة أخيرة حتى نختم. أول شيء أنا كلش حبيتك وأنت شخص كلش تنحبه لك قبول مستحيل ما شاء الله. أنا بالعكس أنا أحبك أكثر. فدوا أعرف وجهك يا حبيبي. والشغلة الثانية أتمنى بس أنه تزول مثل ما يقول لك الغمة عن هذه الأمة ونرجع نرتاح ونرجع مثل ما يقول لك الحياة الطبيعية، لأن خاصة بالوقت الحالي الواحد دي يحس بضغط شديد ودبرشن يعني ضايج، لأن أصلا أنه هو هنا مو بمكان الضرب اللي يصير ولا هاي الأمور. فإن شاء الله ترجع الأمور ومي المجاري وتتحسن الأمور ما تبقى هي شيء. وإذا بقت هيك أكو عمل رح يصير عن غزة؟ لا. ليش؟ يبندوه؟ مو يبندوه، ما يهمني إذا بندوه ولا لا، بس شنو فائدته؟ سويت عمل عن غزة وبعدين أنا شنو الإسرائيليين حيقولون خليفة سوى عمل خوية على غزة؟ لا، نتنياهو يدق عليه أو خوية يقول لك شو هدي يغني، ماكو فائدة، هو ماكو عمل. إن شاء الله ترجع الأشياء طبيعية. إن شاء الله، آمين يا رب. شكرا خليفة. شكرا لك يا حبيبي، في دول وجهك. أنا صلاح منسي وهذا بودكاست شي منسي، وانتظرون الحلقة القادمة في مال الله. شكرا حسين حبيب الروح، في دول وجهك. لا يا عمري، شكرا جزيلا يا قلبي أنت. Cut.